بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحبه. لا نريد أن نأخذ الكثير من وقت الشيخ ولا أن نقدم بين يديه، فمرحبا به وأهلا وسهلا. شيخ هدى من ضل عن سنن الهدى، حتى تسل أنوار كل أديم، عم الأنام بهديه وأمدهم كل مفيق من نداه عميم. كل بالنسبة ما يحاول خصه من قوت أفئدة وقوت جسوم، لا زائران به ساحة بيته تقريب دامي تولى رسومي. أبشر قد فهمت من هو يظهر بنيل مؤمل ومعروم، نسائل لمن تبحر مواهب وجاهل لمن تبحر علومي، ومشتت لأعداء المغلوم لمن رفع شكاية المظلوم. فمرحبا وأهلا وسهلا بشيخنا الجليل العلامة محمد الحسن الدرو الشنقيطي حفظه الله، الذي شرفنا في مخيم الإحسان الثالث الذي يقيمه مركز تكوين العلماء تحت عنوان قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وهذه الكلمة في يوم الكلمات، وهي واسطة العقد في هذا المخيم البهيج، وفعلنا أن نلقي السمع لها وأن نستفيد منها وأن نستقبلها بقلوبنا لا بآذاننا، وأن نعيها بعقولنا حتى إن شاء الله تعالى تنفذ من قلب إلى قلب، ومن نفس إلى نفس، ومن روح إلى روح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فقد خلق الله كل واحد منا من ثلاثة عناصر، هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي هو نور من عند الله شرف الله به الإنسان على سائر الحيوانات. وكل واحد من العناصر الثلاثة قابل للازدياد والنمو. فكما أن الإنسان يخرج من بطن أمه طفلا صغيرا لا يزال يترقى حتى يصل إلى كماله، ثم يرجع إلى الضعف والشيبة، ثم بعد ذلك إلى الموت. ولذلك قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فكما يعتني الإنسان ببدنه وجسمه تربية ورياضة حتى يصل إلى قوته ومنتهاه، كذلك يمكن أن يزداد عقله. فالإنسان عندما خرج من بطن أمه لم تكن له تجربة في هذا الكون ولا إحساس بكثير من نواميسه وقوانينه، ولكنه بتفكيره وتدبره وتأليفه للكليات من الجزئيات وتفكيكه للكليات إلى جزئيات يستطيع أن يفهم ما حوله، وأن يعرف أنه هو نكتة العالم، أنه خلق الله له ما في الأرض جميعا. فلذلك عليه أن يقوم بمهمته، وأن لا يرضى بأن يكون كالبهائم التي تتمتع وتأكل ثم تموت، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكذلك روح الإنسان فهي غيب، فنحن نؤمن أن لنا أرواحا ولكننا لا نراها، فلا نعرف هل هي جميلة أو قبيحة، طويلة أو قصيرة، بيضاء أو سوداء، غليظة أو نحيفة. هذه أمور من غيب الله سبحانه وتعالى أخفاها عنا، وهذا ليعرفنا بذلك على نفسه سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن به ونعلم أنه قائم، هو قيام السماوات والأرض، وأنه موجود، ولكننا لا نستطيع أن نفهم كنهه. فإذا كانت أرواحنا المخلوقة وهي أقرب شيء لنا، لا نفهم كنهها ولا نعرف صفاتها، ولكننا نؤمن بها يقينا. لا يوجد كافر ولا مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي
إلا وهو يقتنع أن له روحا وأنه إذا مات فارقت هذه الروح بدنه. فكل الخلائق يقرون بذلك، لكنهم لا يعرفون شيئا عن هذه الأرواح. مع قربها منهم وإحاطة أبدانهم بها لا يعرفون شيئا من صفاتها، فكيف بمعرفتهم لله جل جلاله؟ فمن المستحيل أن تصل إليه الأوهام والعقول ولا أن تتفكر في ماهية ذاته سبحانه وتعالى. يتفكر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، لا تصل إلى ذلك عقولهم أبدا. لكن هذه الأرواح أيضا قابلة للتطوير، فالأرواح في أصل نشأتها تركن إلى الملذات والشهوات وإلى النوم والراحة، وتبحث عن السعادة في حطام الدنيا، ولكنها عندما تتربى تسمو عن ذلك وتنظر إلى الدنيا على حقيقتها أنها وسخ زائل، وأنها مجرد أضغاث أحلام، وأن الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وبذلك تنمو نفس الإنسان وتتزكى، ولهذا فالإنسان قابل للتطوير دائما وقابل للنمو والزيادة، فيمكن أن يزيد معلوماته، ويمكن أن يزيد أخلاقه، ويمكن أن يزيد عبادته، ويمكن أن يزيد فهمه ووعيه، ويمكن أن يزيد نشاطه، ويمكن أن يزيد خبرته في مختلف التصرفات، ويمكن أن يكتسب مهارات لم يكن يعرفها كمهارة السياقة ومهارة تشغيل الأجهزة ومهارة استخراج خيرات الأرض ومهارة قسم ذلك. هذه مهارات يكتسبها الإنسان بعد ميلاده، وهي تدلنا على قابليته للتطوير. فإذا كان الحال كذلك فعلى كل واحد منا أن يسعى لتطوير نفسه، وأن يعدها للمهمة العظيمة التي من أجلها خلق، فهو خليفة الله في أرضه. ولهذا لا بد أن يكون مطلعا على ما في الأرض، وأن يكون رحيما بما في الأرض، وأن يكون قائما لله بالحق في الأرض، وأن يكون قائما بالقسط مبلغا لرسالات الله إلى الناس كافة، وأن يكون ساعيا أولا لنجاة نفسه ثم لنجاة الآخرين. يسعى أولا لنجاة نفسه، فإن الإنسان إذا كان يسعى لنجاة الآخرين ولا ينجو هو، فإنما هو كالسراج الذي يحترق ليضيء لغيره. وإذا سعى لنجاة نفسه فما زاد على ذلك فهو ربح وغنيمة، وليس يحمد من جلت غنيمته إلا إذا مع ما قد ناله سلما. فلا بد أولا أن يسعى للسلامة من سخط الله وعقابه، ثم بعد ذلك يسعى لنجاة الآخرين وإيصال الخير إليهم. وقته قصير جدا، والأيام والليالي تمضي بسرعة هائلة، والواجبات أكثر من الأوقات، فلهذا لا بد أن يسعى كل واحد منا لاستغلال هذه الأيام والليالي قبل فواتها. فإن الله يقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فلهذا لا بد أن يدرك الإنسان أن تعاقب الليل والنهار آية من آيات الله، أقام الله هذه الآية حجة على عباده لمن أراد أن يذكر، فيتذكر نعم الله عليه ويتذكر أيام الله في الخالين الماضين، أو أراد شكورا فيشكر هذه النعمة لله جل جلاله. فعلى كل فرد أن لا يغتر بهذه الحياة، وأن يعرف سرعة زوالها وفنائها، وعليه هو أن يسعى لاستغلال وقته في الحياة، وأن يترك فيها بصمة قبل أن ينتقل عنها. فإننا كل يوم نودع بعثنا إلى الدار الآخرة لا يرجعون إلا عندما ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا كان الحال كذلك فعلى كل إنسان منا قبل أن يموت أن يبادر لأن يترك أثرا صالحا في هذه الدار، فأثره يكتب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فكل ذلك أحصاه الله في كتاب عنده، وسينشره للناس فيرونه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك فرصتكم أن الله اختاركم لأن تكونوا من طلبة العلم ومن ورثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن مبلغي رسالات الله إلى الناس، اختاركم لأن تكونوا أوعية لوحيه الذي هو أشرف ما في الأرض، هو نور كما قال الله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولا يختار الله له إلا من علم فيه خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن لا بد أن تدركوا أنكم ممتحنون بهذا الوقت، وأن كل مرحلة مضت من الدراسة إنما طويت صحائفها وستنشر عند العرض على الله، ومن لم يكن فيها متميزا ولم يكن فيها نابها لم يصلح للمسابقة لما بعدها. ونحن جميعا في مسابقة إلى الله سبحانه وتعالى، وعجلت إليك ربي لترضى. فبغيتنا ومقصدنا رضوان الله جل جلاله، فمن رضي الله عنه لا يضره ما فاته من أمر الدنيا، ومن سخط الله عليه لا ينفعه ما جمع من هذه الحياة الدنيا، حتى لو كان أسعد الناس فيها بمجرد أن يصبغ صبوة واحدة في النار يقال له: يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. فلذلك اغتنموا الأوقات وانتهزوا الفرص وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات، وطوروا أداءكم واكتسبوا المهارات التي تحتاجون إليها وتحتاج إليها أمتكم، واعلموا أنكم لبنات في صرح أمة عظيمة هي أحب الأمم إلى الله، وهي خير أمة أخرجت للناس، هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الصرح العظيم لبناته هي أفراده، وكل فرد يسد مسدا في بناء هذه الأمة، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، لأنه على ثغرة من الثغرات. ولذلك لا بد أن يكون كل إنسان منكم الآن يفكر من سيخلف لهذه الأمة من الماضين. لا بد أن يكون فيكم من يريد أن يكون مكان عمر بن الخطاب، وفيكم من يريد أن يكون مكان معاذ بن جبل الذي يأتي رتوة أمام العلماء يوم القيامة، وفيكم من يريد أن يكون مثل خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله، وفيكم من يريد أن يكون مثل عبد الرحمن بن عوف تاجر الله في أرضه، وفيكم من يريد أن يكون من العلماء المجددين مثل مالك بن أنس والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وفيكم من يريد أن يكون من المحدثين الذين حفظوا على هذه الأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبخاري والدارقطني وغيرهما. فإذا كان الحال كذلك فليس هذا بالتمني ولا بالتظني، وليس أحلاما يراها الإنسان في اليقظة، وإنما هو جهد يمكن الوصول إليه، ليس أمرا شاقا بل هو أمر ممكن وقد وصل إليه السابقون. الإمام الشافعي لم يعش إلا 54 سنة فقط، ولد سنة 150 من الهجرة وتوفي سنة 240 من الهجرة. البخاري لم يعش إلا 56 سنة. عدد كبير من العلماء، الإمام النووي لم يعش إلا 34 سنة. أعمار قصيرة ولكنها كانت مباركة، فاشتغل لها أهلها فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى، فحطموا الأرقام القياسية وكانوا مضرب المثل. وما زال هذا الأمر ممكنا لكل واحد منكم، بإمكان كل واحد منكم الآن أن يكون مجددا يجدد هذا الدين، بإمكان كل واحد منكم الآن أن يكون من الجيل الفريد الذي يعيد الخلافة إلى أرض الله، من الجيل الفريد الذي يعيد هذه الأمة إلى مكانتها ومكانها حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون المهديون. هذا الأمر ميسور لمن يسره الله له، وإنما يحتاج إلى النية والعزيمة وعلو الهمة. ثلاثة أمور: فالنية تقتضي إخلاصا لله وأن يكون عملنا عبادة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والعزيمة تقتضي أن لا يخور الإنسان وأن لا يضعف أمام الشهوات ولا أمام الشبهات ولا أمام ضغط الدهر ومرارة الزمن، فمهما وجد من الأذى ومهما جرى عليه من الغبن لا يتضعضع لذلك، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، فيستمر
حتى لو أصابته النكبات والعقبات والعراقيل يصمد لها. والهمة العالية هي التي تسمو بالإنسان وترفع مقامه، فالإنسان الذي له همة عالية لا يمكن أن يخلد إلى الراحة ولا إلى ما يرضى به ضعفاء الهمم من الناس. فضعفاء الهمم من الناس لا يفكرون ماذا سيكونون عليه في مثل هذا الوقت من العام القادم. نحن الآن مثلا ننتظر شهر رمضان المبارك، ننتظر شهر رمضان المبارك وهو قريب، فهل سيكون منا مرشحون لهذه المسابقة العظيمة وهي مسابقة رضوان الله وعتقه من النار في شهر رمضان؟ من يستعد لذلك لا بد أن يتجهز من الآن. وهكذا يفكر الإنسان لو عاش إلى مثل هذا الوقت من العام القادم، هل سيكون فعلا قد قطع مسافة كبيرة في شوطه ودربه، وفهم ما لم يكن يفهم، وحفظ ما لم يكن يحفظ، وعلم ما لم يكن يعلم، وقدم لنفسه ما لم يقدمه غيره، ونافس الآخرين في القرب من الله وصدق التوجه إليه؟ فمن كان كذلك كانت همته عالية. والهمة العالية ترفع الصغار الذين أعمارهم صغيرة إلى مصاف الكبار. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، لكنه كان صاحب همة عالية، فكل ما كان يحفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يتعلمه منه والنصائح التي كان يأخذها منه يطبقها في حياته. فعندما قال له يا غلام ينتظر ما بعد ذلك فيبادر إليه، شرح له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر القدر بكلمات يسيرة، فحفظها واستوعبها وأداها إلى هذه الأمة تسمعونها جميعا. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وشفت الصحف. هذه كلمات تلخص أمر القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان، وهي تقتضي الحرية المطلقة. الإنسان المؤمن بقدر الله خيره وشره حر حرية مطلقة، لا يطمع في أحد ولا يخاف من أحد ولا يرغب فيما عند الناس، بل يرغب فيما عند الله جل جلاله، لعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن. وكذلك ابن عباس كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عنده من أجل تعلم هديه الذي ينام الناس عنه. بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عند زوجه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي خالة عبد الله بن العباس. فجاء ابن عباس فبات عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله بطول الوساد، ونام ابن عباس في عرضه. فلما جاء ثلث الليل الأخير قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه، ثم أخذ سواكا فشا صفاه، أي استاك سواكا شديدا، ثم قام إلى قربة أو شن معلق فتوضأ منه وضوءا يخففه عمرو ويقلله. عمرو هو عمرو بن دينار الذي روى عن ابن عباس هذا الحديث، وقد رواه عنه كريب أيضا. يخففه عمرو ويقلله، أي وضوء خفيف جدا، مدته يسيرة من ناحية القلة، وماءه كذلك يسير. ثم قال إن الغلي منام، إن الغلي منام، الغلي هو عبد الله بن عباس، نام، فهذا إيقاظ له، لكن لم يمسه ولم ينهره، لكن قال إن الغلي منام. فقام ابن عباس قال فقمت ففعلت مثل ما فعل، وقد كان مستيقظا يلاحظ هذه الأمور، فمسح وجهه بيديه ثم استاك، ثم قام إلى الشن فتوضأ منه كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف عن يساره وأحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك بمنكبه أو بأذنه فأداره وراءه حتى جعله عن يمينه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين افتتح بهما ورده، ثم صلى بعدهما 8 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم بعد ذلك أوتر بثلاث فصلى معه ابن عباس وتذكر هذا الأمر تماما. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام حتى نفخ،
وقد جعل رأسه على يده اليمنى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اضطجع وهو ينتظر الصلاة لا يجعل رأسه على الوساد، بل يجعل رأسه على يده اليمنى ويضع مرفقه في الأرض انتظارا للمؤذن، حتى دخل عليه بلال يؤذنه بالوقت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم ذهب وصلى بالناس. فابن عباس رضي الله عنهما لعلو همته كان يلاحظ هذه الأمور الدقيقة ويتذكرها ويطبقها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد مماته قال: ذهبت إلى لدة لي من الأنصار، لدة أي مولود معه في نفس المدة، فقلت: إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نسد لأمته مسدا تحتاج إليه. قال: دعنا نلعب ومتى يحتاج إلينا؟ فتركته وذهبت إلى زيد بن ثابت. فهنا تعلم ابن عباس التركة والقرآن من زيد بن ثابت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فزيد بن ثابت من الذين حفظوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلم منه ابن عباس. ولذلك يقول فيه أحد الشعراء: بلغت لعشر مضت من سني كما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. ويقول فيه حسان بن ثابت: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. وأصحاب الهمم العالية يتعبون أبدانهم في سبيل راحة أرواحهم، فالأرواح لا ترتاح إلا على تعب الأبدان. مبيض وجههم باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. ولذلك يقول علال بن عبد الله رحمة الله عليه: بعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جبر الغضاء أتقلب. والذين تسمو بهم هممهم إلى ما فوق الثريا لهم همم علت فوق الثريا، أولئك هم صناع الحياة وهم محطم الأرقام القياسية، وهم الذين يستغلون الأوقات استغلالا عظيما، كما قالت الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشرير السلمية رضي الله عنها في مرضيتها لأخيه صخر: أخيها صخر أعين يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدة رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا. إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه اليدا فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. الذين يستغلون هذه الأوقات استغلالا رشيدا هم الرشداء الرابحون، فهذا العمر هو رأس المال، والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته، طول البقاء بلا ملازمة التقى خسر له بحياته ومماته. فلذلك أدركتم أن غيركم ينشغلون، منهم من ينشغل بالبحث عن الشهادات والتوظيف لطلب المال ليس لعلم يتعلمه وإنما لطلب وظيفة وراتب يناله، ومنهم من يشتغل في البيع والشراء والصفق بالأسواق من أجل تحصيل شيء من حطام الدنيا، ومنهم من يشتغل بالنوم والكسل وتعطيل ما خلق الله به من الطاقات حتى يمضي عمره في غير طائل. لكن ما أنتم فيه خير مما هم فيه جميعا، فأنتم
على مائدة الله سبحانه وتعالى وتتنافسون في ميراث أنبياء الله، وهذا أعظم شيء يمكن أن ينشغل به الإنسان، ولكن لا بد فيه من الإخلاص واستغلال الوقت قبل فواته، وأن تسعوا للمنافسة في ذلك. فقد قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالذين ينتهزون هذه الأوقات وينتهزون هذه الفرص، لو ماتوا ماتوا على طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد قال الحكيم: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. وإذا عاشوا ورثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائمين بأمر الله سبحانه وتعالى، أنوارا تتلألأ وقادة للأمة، ومصابيح يوجهونها، ومرشدين يدلونها على الخير وعلى سبيل الله سبحانه وتعالى، وهم بذلك آيات من آيات الله، لأن الله قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فأولئك الذين أقام الله هذا القرآن في صدورهم هم آيات من آيات الله، يدلون على منهج الله ويدلون على سبيله ويرشدون إليه، فهم بذلك شهداء الله سبحانه وتعالى على جيلهم وعلى الوقت الذي هم فيه. تمضي الأيام والليالي، يجد فيها بعض الناس بعض التعب إذا عملوا، ولكن سيذهب التعب ويبقى ما أنتجه الإنسان وما أحرزه. الذي تعب في قيام الليل وصوم النهار أو حفظ العلم وفهمه وتدارسه سيمضي هذا التعب ويزول، وسيجد راحة ونوما إذا بقي في عمره حياة، لكنه لن يندم على ما مضى، وسيحمد السرى عند الصباح، يحمد القوم السرى، سيحمد سراه لأنه استغل الوقت في البداية قبل أن يضيع منه. وقد قال محمد بن سيرين رحمه الله: يومك كجملك، إذا أمسكت بخطامه انقاد لك، وإذا انفلت منك خطامه لا تدري هل ستنوشه أو لا. فاليوم أي يوم من أيام حياتك هو مثابة جمل، عندما تمسك خطامه من البداية انقاد لك يتبعك. فإذا كان أول شيء في النهار استغلال لهذا اليوم فيما يرضي الله وما يقرب إليه، فأديت كل الواجبات وبدأت بالأهم فالأهم، ولم تبدأ بالأسهل فالأسهل كما يفعله المسوفون. المسوفون دائما يبدأون بالأسهل فالأسهل ويتركون الصعب الذي تعدو العوادي وتشغل الشواغل عنه. فإذا جاء شاغل أو مدلهمة من مدلهمات الدهر أو نائبة من نواب الدهر لم يجدوا وقتا، لأن هذا هو المهم ولم يفعلوه. مثل الذي يشاركه الامتحان كل سؤال صعب يؤخره ويبدأ بالأسئلة السهلة، فإذا ضاق الوقت وانتزعت منه الورقة الأسئلة السهلة ضاربها خفيف جدا ولن يستفيد شيئا، لكن إذا بدأ بالأسئلة المهمة وبلب الموضوع فإنه سيحصل على الدرجات، حتى لو بقيت الأمور السهلة في الأخير لم يجد لها وقتا لن تضره. فكذلك إذا استغل الإنسان أول عمره في الأمور الصعبة وفيما يقرب من الله سبحانه وتعالى وفي ميراث النبوة، فسيحمد آخر عمره ويجد اتساعا في الوقت المنافسة والزيادة من الطاعات والخير. وإذا لم يستغل فأي شيء فات من العمر لا يمكن تعويضه، أي شيء مضى من العمر لا تدركه لأنه قد طويت صحائفه وانتهى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلكم أجمعين من ورثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يملأ قلوبكم بالإيمان والهدى، وأن يرزقكم التوفيق والسداد، وأن يحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يكفيكم أجمعين أعين الإنس وأنفس الجن،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكم ويستعملكم في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلكم أجمعين في قرة عين رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ورثته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل عليكم أجمعين رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يفتح لكم وييسر لكم كل عسير، وأن يعينكم على استغلال ما آتاكم من النعم واستغلال أوقاتكم في طاعته وما يقرب إليه. اللهم افتح لهم بحكمتك وانشر عليهم من رحمتك وأنزل عليهم من بركاتك. اللهم اهدهم وسددهم ويسر الهدى لهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقهم الصدق والإخلاص. اللهم ارزقهم صدق التوجه إليك وحسن التوكل عليك. اللهم ألهمهم رشدهم وأعذهم من شرور أنفسهم يا أرحم الراحمين. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ظواهرهم وبواطنهم واجعل سرائرهم خيرا من علانياتهم. اللهم اجعل علانياتهم صالحة. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم آتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأظلنا أجمعين في ظلك يوم لا ظل إلا ظله، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا أجمعين مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل هذا الملأ جميعا من ورثة الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم أجمعين من الشافعين المشفعين يوم القيامة، ومن المقسطين الذين هم على منابر من نور عن يمينك يا ربي، وكلتا يديك يمين مباركة. اللهم اهدهم وسددهم وأغنهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم احفظ جوارحهم من المعاصي. اللهم واحفظ قلوبهم من النفاق. اللهم واحفظ ألسنتهم من الكذب. اللهم إنا نسألك أن تحفظهم أجمعين من كل معصية يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لهم دينهم ودنياهم. اللهم وفقهم لما يرضيك. اللهم ألزمهم سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بنواصيهم من الخير وألهمهم السداد والصواب. اللهم اصحبهم بهذا القرآن العظيم واجعله لهم شافعا ومؤنسا. اللهم اجعل القرآن لهم أجمعين شافعا ومؤنسا يا أرحم الراحمين. اللهم استرهم بسترك الجميل. اللهم استرهم بسترك الجميل. اللهم لا تخزيهم في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أجرهم أجمعين من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أجرني وإياهم من المواقف المخزية. اللهم أجرني وإياهم من المواقف المخزية. اللهم أجرني وإياهم من المواقف المخزية. اللهم أصلحهم وأصلح على أيديهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم وأصلحهم ونجحهم ووفقهم وفوقهم يا أرحم الراحمين. اللهم نجحهم ووفقهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أهليهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أصلح آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم. اللهم اجعلهم قرة عين لأهليهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على هذا العرض القيم الذي شرفنا به وجزاكم الله خيرا، هي أسئلة مهمة جدا، الشباب أرادوا أن يسألوا الشيخ عنها وأن يجيبهم بإجاباته الشافية، وإن شاء الله تعالى سننتهج فيها منهج أهل الفرائض، فنكتفي بأحد المتماثلين وبأكبر المتداخلين. يقول: بما يواجه الشاب عوائق الالتزام التي تواجهه؟ أهم شيء يواجه به الشاب عوائق الالتزام تذكره للعرض على الله والوقوف بين يديه، فإذا تذكر أنه لا يخلو بنفسه ساعة، وأنه إذا كان على معصية فالله يراه،
وعندما يقبل بقلبه على شهوة فالله يرى ما في قلبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، حينئذ يكفي ذلك زاجرا لولا أن رأى برهان ربه. إذا دعته نفسه إلى أي مخالفة شرعية وأي أمر ليتذكر الفضيحة في الملأ الأعلى بحضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام والخلائق أجمعين، فكل إنسان أيا كان سيأتي بفضيحته وخربته وعمله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فهذا الذي يمنعه من الوقوع في تلك المعصية. يقول السؤال الثاني، يقول: أجد نفسي دائما في مفترق طرق، كلما سرت في طريق أجدني في وحل الماضي القريب ثم أخرج، لكني لا ألبث أن أعود وقد لا أدري ذلك إلا حين أرجع إلى نفس الطريق الأول، فمنجذب إلى ماضي. من يريد الدرجات العلى لا يمكن أن يتردد ولا أن يركن إلى الوحل ولا إلى الحضيض، بل لا بد أن تسمو نفسه إلى الفردوس الأعلى وأن يفكر فيما فوق السماوات العلى، وحينئذ سينسى الماضي وينسلخ منه. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. أستغفر الله العظيم. السؤال: ما هي أفضل وسيلة لنزع العنصرية من جذورها في قلب من يحاول تجاوز عقباتها؟ البشر عنصر واحد، بل نفس واحدة. أي بشر رأيته له عينان وشفتان ومنخران ويدان ورجلان، تذكر أباك آدم، فهو يمثل أباك آدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. هذه صورة أبيك آدم بين يديك. فلذلك لا بد أن تتذكر وشائج القربى، وأن الناس جميعا من نفس واحدة، هي آدم عليه السلام خليفة الله في أرضه، خلقه الله بكلتا يديه وبيمينه، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه الأسماء كلها. فأي إنسان رأيته تصور أنه أبوك آدم عليه السلام، وبهذا تزول عنك العنصرية بالكلية، لأنك ترى الناس جميعا من نفس واحدة. نعم. يقول: بما تنصحون من يعاني مشكلة أصحاب السوء؟ يقول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فقرناء السوء لا يصرفهم شيء أعظم من ذكر الله جل جلاله. فإذا كان للإنسان خبيئة من الذكر يحافظ عليها، يحافظ على أذكار الصباح والمساء، يحافظ على أذكار أدبار الصلوات، يحافظ على أذكار النوم والاستيقاظ، فإن الله سيصرف عنه قرناء السوء مطلقا. وإذا عشى عن ذكر الله ولو وقتا يسيرا سيسلط الله عليه شيطانا فهو له قرين، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. فلذلك لا يطردهم شيء مثل ذكر الله جل جلاله. فإذا أحس الإنسان بارتباط بعض القرناء به وهم لا يعجبونه فليجعل مكانهم ذكرا. كل صاحب من أصحابك يجعل مكانه في كل يوم 100 من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومئة من سبحان الله وبحمده، فإن الله سيصرفه عنك ويرزقك خيرا منه. نعم. سأل: بما تنصحون من لا يتفهم أهله تغير حياته مقارنة بالمرحلة العمرية التي يعيشها، بحيث ربما يحصل بعض من سوء التفاهم؟ على الإنسان أن يتفهم هو أن أهله لا يفهمون، لا يتفهمونه ويستوعبهم ولا يريد منهم استيعابه. ولذلك يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول
عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. فلذلك لا بد أن يخالطهم مخالطة الحسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وإذا رأوا أنه لا يزداد تكبرا بما علمه الله، ولا يزداد به زهوا ولا فخرا عليهم، وإنما يخاطب أهله كما خاطب إبراهيم خليل الله أباه، إنما قال له: يا أبتي، بكل تواضع. فهذا الخطاب يقتضي أن تزول الضغائن والسخائم من أنفسهم بالكلية. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا خواتمها، وخير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.